والله صحيح يسميوها عثرة بالنسبة على مستوى النقاط، خسرنا زوز نقاط اليوم. أما بالنسبة نشوف الروندمون اليوم سي سي عملت روندمون باهي سيرتو بريمير ميتون، إن شاء الله نزيد نخدموا على رواحنا وإن شاء الله ربي يوفقنا في باقي الجولات إن شاء الله. نتيجة إيجابية بالنسبة لنا إحنا، إن شاء الله ربي معنا وحظ أوفر نادي الصفاقسي. صحيح خسر نقطتين أما داري اليوم عملنا كل شيء. بون على غالب ما جاش ريوسيت اليوم، ان شاء الله نقولوا خيرها في غيرها ان شاء الله نعوضوا. كاو عندنا مقابله نهار الاحد تمام قدامنا كان حتميه انتصار، ان شاء الله نرجع بثلاثه نقاط ان شاء الله. ان شاء الله تجي ثلاثه نقاط تحطنا في السكه الصحيحه ان شاء الله، سكه انتصارات ان شاء الله. باش نقولوا علاش السي سي خسر اليوم نقطتين حسب رايك؟ والله كيما قلت لك دار لي عملنا كل شيء اليوم على غالب الكره ما دخلتش. كاو ممكن زاد ما نحاولش الميريت نتاع الجارديان نتاع المسير اليوم، معناتها تشوف ويت ولا ناف اوكازيونات هما ما عندهم بريس حتى اوكازيونات، معناتها على غالب. كاو كيما قلت لك ان شاء الله خيرها في غيرها، وشامبيونا مش مقابله برك، في الشامبيونا 26 مقابله صحيح ذانا نقطينا ان شاء الله نعوضوهم وان شاء الله سنة نادي الصفاقسي يعمل حاجه باهيه ان شاء الله. حتى معناها قدام فريق محترم كيما نادي الصفاقسي ما كانتش سهله. الولاد الكل عملنا معناها ماتش كبير معناها سيرتو لي بلون، كنا نجمو زادة معناها نقدمو الطرح، معناها صمدنا قدام نادي رياضي الصفاقسي الحمد لله نقطة خير من بلاش على الاكستيريور، زيد تعطينا ثقة وباش نخدمو برياحية أكثر في الماتشات الجايين. والله أنا عندي توا قربت من 2014 خرجت من سيزيس، وهذا هو الماتش معناها نكور كونتر جمعيتي الحمد لله. معناتها كيف حسيت طرح اليوم؟ والله بون حسيت بطبيعه اي واحد يحس سبحان الله، خاطر جمعيته الام وكل شيء حسيت احساس بهكا. اي اما الحمد لله معناها كاو تو نتقمص زي اتحاد مانشستري وان شاء الله الحمد لله معناها نكمل هكا. العباد كل شافت اللي اوني بيان ابليكي، لعبنا كوره كل شيء. فما بينالتي اوكي، انا راني ما نحبش نحكي على ليزاربيتر، حتى احنا المدربين ما نحكيوش، حتى كان تراني على البنك نحكي مع الكاتريام اربيتر نشنج شويه من بعد. انا نقول ديما راني نلعب ضد الاربيتر، نلعب ضد الادفيرسير ونلعب ضد الميدان، حتى ولو احنا في في في, في صفاقس، على خاطر تعرف انت جمهورنا تبارك الله يعني جمهورنا اللاعب رقم واحد، من البريسيون نتاع الجمهور نادي صفاقسي قويه برشا، فهمت؟ انا نقول يعني هذا لازمك يعني تركز على الكره نتاعك. واللي صار اليوم انا النقطه الايجابيه الكبيره انه بالمردود هذا يعني تخلق اكثر من 12 فرصه، حاجه ايجابيه. اوكي الترسيم ما جاش، ان شاء الله نخدموا عليه المباريات الجايه وان شاء الله نادي الصفاقسي في افضل حالاته ان شاء الله.